مش بالكلام الثورة المضادة المرشد والاخوان صاحب مشروع النهضة ارفع ايدك لفوق ونط يلا نطة قولي رشحت مين استبن ولا جزمة صباح الخير يا كابتن مساء الخير يا كوتشي انت خدت مين كوتشي ولا فردة الكاوتش ما تتعصبش فك روق ايه ده خدك ساندوتش عارف الاتنين وجعينك زي بوكس جه في الوش بس اعرف يا مواطن الغباء ما فيهوش معلش العبد دايما عبد ما بيفهمش ما تحاولش تيجي جنبه ده غباء وما يتوصفش اهرب منه بقصى سرعة برضه بعد ما يتعالجش للاسف صورة نجحت لا يا اخويا ما نجحتش بتفكر بطن امه بتمنى ما يتولدش شوف ابوه عامل له ثورات بعدين اخدها جده يبقى اب صوته ثوري وجده واقف ضده مش عايز دي خليفة مش عايز دي اقل كده يا مصر خيريني بين الجزمة وبين السلفة حطتيني بين طرطرة حطتيني بين الخرة والله عملوها الرجالة شغالة في سجن ترى يا ترى ابو عينيك هيبقى مكانها الجوهرة اترى هي اشياء ولا تصحى مصر ترجع لورا بسبب الدنارة اللي عد في المستشفى ولاد مصر متكدرة فوق مجلس العسكر جاب وزير الطيران والشعب في قلب جهل وللاسف جاب لنا اخوان واحد سرق البرلمان واحد بنى المطار اختار هتلبس ايه كيلو قتله ولا خيار ما تمسش عبر ده عيب هتشطر على الحمار شكل توفيق عكاشه وهات لي كيلو فشار ده طلع عنده حق واحنا طلعنا فكسانين كل الفلوس كسبانه ولاد مصر خسرانين اختاروا بس حاجتين غير اخواني وعسكري اختارت فستان البامبي والشيبس طعم الجمبري مش انجليزي ده يا مرسي واتقل يا شفيق ثواني جايب لك واحد صاحبك اسمه علاء الاسواني بالحال مش بالكلام الثوره المضاده المرشد والاخوان صاحب مشروع النهضه ارفع ايدك لفوق ونط يلا نطه قولي رشحت مين استبن ولا جاز بالافعال مش بالكلام الثوره المضاده المرشد والاخوان صاحب مشروع النهضه ارفع ايدك لفوق ونط يلا نطه قولي رشحت مين استبن ولا جاز ايه خدتك عليه ايه العب باليه ايه ما تسيبه مسكوري بالافعال مش بالكلام والصوره المضاده المرشد والاخوان صاحب مشروع النهضه ارفع ايدك لفوق ونط يلا نطه قولي رشحت مين استبن ولا جزمه والصوره المضاده صاحب مشروع النهضه ونط يلا نطه استبن ولا جزمه استبن ولا جزمه استبن ولا جزمة